بعد إدانة إقليمية ودولية كبيرتين على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حزب الله، فقد جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موقفه بشجب وإدانة قرار الاتحاد الأوروبي حول إدراج الجناح العسكري لحزب الله في لائحة المنظمات الإرهابية. وأكد بري أن القرار لا يستند إلى أي حكم ويضر بالاتحاد ولبنان بأسره ويخدم إسرائيل بالدرجة الأولى. الجناح العسكري لحزب الله إرهابي، أما السياسي فلا. هكذا قرر كل من الاتحاد الأوروبي والدول المنضوية تحت إطاره أن تدين المقاومة في لبنان وتحاصرها سياسيا بعدما فشلت عسكريا. هذا القرار الذي شكل توافقا سياسيا في الاتحاد الأوروبي يحتاج اليوم إلى مفاعيله القانونية، وهي إشكالية تطرح حولها العديد من علامات الاستفهام. فكيف سيحدد الأشخاص المنضوون في الجناح العسكري لحزب الله ممن يطبق عليهم القرار الذي جاء بعد جهود أمريكية وإسرائيلية للعمل به؟ من الناحية القانونية ليس هناك فرق بين جناح عسكري وقيادة سياسية. حزب الله هو المقاومة، وحزب الله هو يمثل شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني، تلعب دورا أساسيا في الحياة السياسية في لبنان. وكانت كل من فرنسا وإيرلندا والنمسا وإيطاليا التي يخدم جنودها في قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني قد ترددت حيال الموافقة على هذا القرار بسبب تخوفها من تعرض قواتها الموجودة على الأرض في الجنوب لحوادث أمنية. مصداقية حزب الله وعقلانية حزب الله لديه استراتيجية أكبر من أن يتحرش بقوات الطوارئ الدولية التي هي يعني من العناصر التي أخافت بعض الدول الأوروبية وبالتحديد فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. القرار الذي جاء مناسبا بتوقيته لبعض الأطراف السياسية الخصمة لحزب الله في لبنان والتي رفضت تمثيله بالحكومة المقبلة سبب حالة من الاستنكار والاستهجان الواسعين عند القاعدة الشعبية للمقاومة. شوفي، نحن عم نعيش مؤامرة عالمية، وهذا الشيء كان طبيعي، يعني منه شيء مفاجئ أبدا. لا إدراج حزب الله بلائحة الإرهاب ولا إدراج أي إنسان عقائدي أو إنسان عنده مبدأ عم بجرب يدافع عنه. فنحن أكيد ضد هذا القرار، ونحن متأكدين أنه حزب الله ما رح يهتز، وأنه هذه الإرادة الشعبية والإرادة الثورية ما رح تهتز. يعني ماذا أوجه لفئة من لما أنا خلقت بعرفها ظالمي؟ ما بوجه لها شيء، بقول لهم هيدا شأنكم، هذا اللي انتو نحن وعينا عليه. انا صار عمري 49 سنة واعي انه هذا الاوروبيين هيك، هذه امه بلا عدالة، امة لا عدالة، ما عندهم عدالة ابدا. القرار الاوروبي كتب بايدي الامريكية وحبر صهيوني، هكذا رد حزب الله. اما جمهور المقاومة فكرر كلمة قالها سابقا الامين العام لحزب الله: لوائح الارهاب تبعكم، باللوى واشربوا ميطة. اما حال بعض الاطراف اللبنانية المترقبة اليوم فكما يقول المثل اللبناني: وعد ابليس بالجنة. جنان شحادة، قناة الكوت، بيروت.